طيب نطلع هذا السؤال 317 اسبوزيتو 7 اديشن. في عندي هون اويل ريزرفوار هيدروليك اويل، حاطين سترينر. سترينر عشان اسحب، لما بسحب ما تدخلش الشوائب على السيستم وتخرب السلندر والبمب. حاطين هون كور وهون كور. ليش الكور؟ عشان غير الزاوية، بس ليش حطيته كوع؟ ليش ما حطيته شارب؟ عشان احسن، يصير في عندنا لوسس، يصير عندنا لوسس فلويدي بروسس. اوكي بخفف الفلويدي بروسس في السيستم. هذا دخل هون على هيدروليك بامب، والبامب هاي مشبوكة عن طريق كابلينج بالالكتريكال موتور. هذا الالكتريك موتور، عم نرفع البريشر هون، بس عم نمر في البايبس هذول، والارتفاع عندي 20 قدم. 20 قدم تقريبا قديش؟ حوالي 3 امتار. وال 20 قدم بدي اخذهم بالنسبه للنقطه هاي، فهذول 20 فيت اللي هي تقريبا 6 متر، 6 وشي متر. هلا بشوف حولها. وبعدين عندي هذا البايب، عندي هون الدايمتر الداخلي تبعه 1 انش انسايد دايمتر، اللي هي تقريبا رح تكون 25.4 مليمتر. ليش بهمني القطر والكروس سكشنال اريا؟ عشان احسب من الفلو اطلع السرعه، والسرعه بحسب منها الكينيتيك انرجي الموجوده في الفلويد عند النقطه هاي، لانه الطاقه رح تتحول اشكال مختلفه. لهون هاي دخلناها على هيدروليك موتور، والهيدروليك موتور هون مشبوك مع ميكانيكال لود، هذا هون ميكانيكال لود ال او دي ميكانيكال. طبعا عندي هون تورك، وعندي هون اوميجا، وعندي هون تورك مختلف طبعا، اوميجا مختلفه. طب عم تمشي الكتريكلي من هون، عم تتحول عن طريق بريشر وتطلع هون. هذا الشيء الرئيسي عندي هون. هذا هيدروليك موتور. هاي النقطة بتهمنا، نقطة 2 بدنا نعمل حسابات عنها، ونقطة 1 بتهمنا اللي هي بدنا نعمل حسابات عنها. وهلا راح يرجع كمان عن طريق كوع او مجموعه الكوع. نرجع على الريزرفوار، وهاي هون لتغيير الزيت كانها، وبايلر لتغيير الزيت. اوكي سترينر، سترينر فلتر. هلا المعطيات بالسؤال هي على النحو التالي. عندي البامب عمالها بتضيف الباور تبعت البامب، الهيدروليك بامب عم بتضيف للسيستم 5 هورس باور. 5 هورس باور اللي هي 3.73 كيلو واتس. الفلو تبع الليكويد، الفلويد، ليش ما قال لي الفلو عند النقطة هاي، أو الفلو عند النقطة هاي، أو الفلو عند النقطة هاي أو هاي؟ نفس الفلو. فالفلو الكرنت، عمركم يجي تقول الكرنت اذا دائره هون دائره كامله مسكره، عمرك تقول الكرنت هون مختلف عن الكرنت هون؟ نفس الشيء. اذا عندي الفلو بيساوي، هلا هو لانه محولها من امبيريال لمتريك طالع ارقام عجيبه. انا كنت افضل لو بعمل حط ارقام منطقيه، بس حاطط هو رقم هيك غريب واحد، لانه محول من جالنز، يمكن يكون من جالنز بير مينيت او شيء زي كذا. بس هذا الفلو. البايب دايمتر، هذا تبع البايب، بدنا نقسم هذه على 1000 تصير عندي 0.025 متر. فبقدر اطلع الاريا. ايش رايكم نطلع الاريا مباشره؟ الاريا بتساوي باي ار سكوير، فاللي هي باي 0.0254 على 2 تربيع متر مربع. هاي اللي هي الاريا تبعت الباي. بهمني الاريا اللي بقدر اطلع مباشره السرعه. هلا بدنا نطلع السرعه. ايش رايكم نطلع السرعه هون في هذا الانبوب في 2 اللي عند السرعة هون بدها تساوي الفلو على ايه؟ اللي هي 0.001896. على هذا الرقم فيها تطلعه؟ على الاريا؟ الاريا بتطلع 5.067. هذا 5.067 times 10 to the minus 4 مضبوط؟ فلما نقسم هذا على الاريا اللي هي 5.067 times 10 to the minus 4 بعطيني السرعه 3.742 meters per second. واذا بتروح على جماعه الهيدروليكس بصير يقول لك السرعه ما لازم عاده السرعه تزيد عن حد معين، ما ينصح انه السرعه تزيد عن حد معين،
ولا تنزل عن حد معين. إذا زادت عن حد معين بتصير ممكن تسبب مشاكل في البايب. إذا نزلت عن سرعة معينة ممكن تعمل كافيتيشن، شيء اسمه كافيتيشن لما يكون بالشفط، بعانة الشفط. فهذه السرعات لها أهمية، سرعة الفلويد بالبايب، هذه السرعة موجودة عندنا وهذا تحدد جزء من المعادلة دي. عندي المسافة هاي، خلينا نحسب هاي المسافة. هاي المسافة تطلع 6.096 meters، واللي هي الفرق بين هون وبين هون الاثنين. عندي الفلو موجود هون، اللوسز معطيني اياها ثابته. هو اللوسز كان الاصح يمكن يعطيني اللوسز مش ثابته، يعطيني اياها از ا فانكشن اوف ايش؟ لا مش زمن از ا فانكشن. اللوسز بالفلو، عفوا اللوسز بالفلو عاده المفروض هتكون از ا فانكشن اوف فلو. يعني هو معطيني هون اتش ال بتساوي 9.144 meters head الخسارة على هذا الفلو. يعني كأنه بقول لأنه إذا الفلو تغير إيش رح يصير؟ ولما هذا يكون زيرو إيش لازم يكون اللوس إن هيد؟ زيرو. أوكي؟ بس هو أعطاني هذا السؤال فأعطاني ربط هذا بهذا اللي هون. فاللوسز طبعا هاي ممكن أحولها لوس إن بريشر. كيف؟ إيش بضربها؟ روجي. روجي تمام. فكأنه عمالي بقول البريشر لوس في البايب يساوي، والفلويد معطيني هون سبيسيفيك جرافيتي تبعته 0.9. انا بعرفش استعمل سبيسيفيك جرافيتي بس هو حاططها هون في هذا السؤال. شو يعني سبيسيفيك جرافيتي لليكويد 0.9؟ هو 9 اعشار المي. فبتكون عندي الدنسيتي هون بتساوي 0.9 قديش المي؟ 1000 كيلوغرام بير كيوبيك متر، وتساوي 900 كيلوغرام بير كيوبيك متر. هذا الزيت تذكر حكينا عن زيت الزيتون المرة الماضية بتراوح من 800 ل 920، من 800 كيلوغرام للمتر مكعب ل 920. هاي أظن كل معطيات السؤال، معطيني الانفراد دايمتر، معطيني دلتا اتش أخذناها هون اللوس، هاي كل الأرقام اللي موجودة لهذا السؤال صارت موجودة معنا.